للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد هاشم العلوي رئيس العمليات الحسابية بوزارة الإسكان. أهلا وسهلا بك سيد هاشم في نشرة الثالثة. كيف تصف الإقبال على برنامج مزايا من قبل المواطنين الكرام حتى هذا اليوم؟ السلام عليكم جميعا. في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن برنامج مزايا، واللي اليوم يعتبر من البرامج الناجحة في وزارة الإسكان، وأصبح يلعب دور كبير في حل الملف الإسكاني وتقديم الخدمة الفورية للمواطنين. طبعا هناك مؤشرات كثيرة لزيادة اهتمام ببرنامج مزايا، وأهمها ما نشهد اليوم من إقبال كبير على البرنامج، وحيث بلغ يعني عدد المستفيدين للنصف الأول من العام الحالي لو عام 2021 مقدار 1400 منتفع حتى هذه اللحظة، وبلغ عدد الإجمالي للمنتفعين من ما بدأ البرنامج ما مقداره 8000 مستفيد حتى تاريخ اليوم. بالنسبة للبرنامج والتطور في هذا البرنامج، حبيت أشير أن تحول خدمة التقديم بشكل إلكتروني للبرنامج سهل على المواطن عملية الإجراءات المطلوبة منه للتقديم والانتفاع من هذا البرنامج، حيث أصبح للمواطن فقط التقديم بشكل إلكتروني وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، ومنها تبدأ دورة الإجراءات في الوزارة خلال المنظومة بالتنسيق مع البنوك الممولة، وهذا يوفر على المواطن كثير من الوقت والجهد. وما ننسى دور بنك الإسكان البارز في التواصل مع البنوك الممولة ومساعيه لزيادة عدد البنوك المدرجة ضمن البرنامج وتوفير الحلول للمواطنين، ولله الحمد هناك إقبال كبير على هذه الخدمة، وكل هذا يأتي في إطار رؤية الحكومة الموقرة وتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير السكن الاجتماعي للمواطن البحريني، ذلك بهدف إيجاد فرص التحسين والتطوير مما يكفل سرعة الإجراءات الفورية والحصول على السكن اللائق للمواطنين. نعم السيد هاشم العلوي رئيس العمليات الحسابية بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك.